عايزه اسال حضرتك دلوقتي، زوجي حلف عليا يمين طلاق، حلف يمين طلاق ان هو ما يعملش ذنب ما، يعني ان هو ما يعملش الذنب ده، وعمل الذنب ده وما قاليش، بس انا تتبعته وعرفت عرفت الذنب ده، عرفت ان هو عمله، فانا ما واجهتوش، ما قلتلوش يعني. دلوقتي انا موقفي ايه؟ اقول له موقفي ايه من الشرع؟ من وقع كده ولا لا؟ لا، هو ممكن يعني تكون الفتوى انه يكفر كفارة يمين، بس احب ان انا اسمع منه كيف كان الكلام. هو ما يعرفش ان انا عرفت، طب فانا متعرف موقفي ايه دلوقتي؟ اقول له يعني ان انا عرفيه، عرفت؟ طبعا عرفيه، انت حلفت بالطلاق الا تفعل كذا وكذا وهذه تخصني، فعرفت انك فعلت هذا، بس بيني له شوف رده ايه بالضبط واسألي مرة ثانية. تمام يا شيخ، السلام عليكم.